تالت معلومة هنتكلم عليها النهاردة في الكلام في الجمال، منتج غريب. المنتج اللي معانا النهاردة ثمنه 17 دولار. 17 دولار يعني كام؟ 300-400 جنيه تقريبا، أكتر يمكن 300 أو 400 جنيه. بيعمل إيه؟ بيرفع الوش. المنتج اللي قدامنا ده معمول في كوريا او في بره يعني، طبعا بيتحط على البشره كده، وهي بتحطه على البشره بيبقى فيه زي قطن ناحيه اليمين وناحيه الشمال. مفروض ان هو بيتحط 30 دقيقه في اليوم. ايه اللي بيحصل؟ بيعمل عمليه تنحيف للخدود. فلما بيعمل عمليه تنحيف للخدود بتبقى بشرتها شكلها احسن. اسمه ايه؟ اسمه شيك سليمر، او ان هو بيرفع الوش. هل تفتكروا المنتج ده فعلا ممكن يجيب نتيجه؟ انا ما اعرفش. هو نزل وثمنه 17 دولار بره. هل الناس استخدمته وقالوا عليه حاجه كويسه؟ ممكن يبقى ايحاءات كلها، ممكن يبقى الواحد فاكر انه هيبقى كويس وما يبقاش كويس، ممكن يبقى فعلا كويس. عايزكم تقولوا لي هل حد جرب المنتج ده قبل كده؟ ولو نزل في مصر هتشتروه ولا لا؟